أثناء ذهابنا لتصوير ضحايا الصاروخ الباليستي استوقفنا هذا المشهد. أطفال نازحون يعودون من المدرسة إلى المستشفى لزيارة صديق لهم في العناية المركزة بعد إصابته وخمسة أطفال آخرين في حي المطار السكني بمأرب. متحدين اليوم ما جيش من المدرسة، واليوم قع له صاروخ من حق الحويثة، والآن هو بالمستشفى احنا جينا نزوره. أمس كنا نلعب احنا وهو، وروح طلع السطح ويسر حق الحوثي وقعد برجله. متحدي الشرعبي طفل تمزقت قدمه وهو على سطح منزله، يقول والده أن قصف الحوثيين يلاحقهم في كل مكان ينزحون إليه. فقالت صاروخ إلى منازل حقنا، وإحنا آمن في بيوتنا مدنيين، قال شرطة من مكان لمكان، فمن الحوثي، من إبليس الحوثي الذي هو سبب جميع الأماكن وجميع المحافظات، ولكن نسأل الله تعالى أن يزيله حزمة ودمر الأطفال من البيوت. إلى سبعة قتلى بينهم امرأة وستة وثلاثون جريحا بينهم خمسة أطفال وامرأة، ارتفع عدد ضحايا صاروخ ميليشيات الحوثي الذي استهدف حيا سكنيا وسط مدينة مأرب، ليتجاوز أعداد ضحايا القصف المستمر على مأرب 1200 مدني أغلبهم من النساء والأطفال. الميليشيات الحوثية تمعن في إجرامها وفي سلوكها الدموي ضد المدنيين وضد الأبرياء، أطلق صاروخ باليستي، صاروخ موجه، وبحسب خبراء عسكريين بأنهم يقوم الحوثيين يقومون بتقليل القوة التدميرية، لكن الشظايا والحديد المتفجر داخل هذه الصواريخ تصيب أكبر وتلحق أكبر أعداد من الضحايا. بعيدا عن جبهات القتال والمعسكرات والمقرات الأمنية، تلاحق قذائف الموت الحوثية اليمنيين في منازلهم ومخيمات النزوح. جريمة جديدة تضاف إلى سجل الميليشيا الحوثية الحافل بالانتهاكات ضد المدنيين في محافظة مأرب، باستهدافها هذه المرة حي المطار السكني وسط مدينة مأرب. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث، مأرب.